تعرضت المنطقة هو منطقة الزبدية لثلاث براميل متفجرة تحوي على غازات سامة، غازات الكلور. صار حالات إغماء كتير كبيرة هون في المنطقة. نحن أسعفنا المدنيين والأطفال الصغار هون، لا في مقرات ولا في جيش حر ولا في أي شيء، هون كلها مناطق مدنيين آمنين باركين ببيوتهم، حسوا بغاز الكلور والعالم. قلت لك حالات اختناق كتير كبيرة في المنطقة، ويعني وأنا اليوم حتى طلع صوتي من الغاز الكلور اللي تعرضنا له. نحن كمان نحن على المشفى الميداني، ثاني شغله حطونا بالعناية المركزة لمدة تقريبا شي 12 ساعة لحتى طلعنا، ضل انه نستفرغ الدم وما دم وحالة اختناق في الصدر في الرئتين. بتاريخ 10/8/2016 الساعة 8 مساء تم استقبال 10 حالات بأحد مشافي ميداني مشفى ميم واحد بمدينة حلب، 10 مصابين نتيجة قصف بمواد مخرشة. ببداية أول شيء اعتبرناها مواد مخرشة. المرضى كانوا يشتكوا من زلة تنفسية، زيادة إفرازات تنفسية، احمرار بالعينين، زبد في الفم. استقبلنا 12 حالات، كانت 4 من عائلة واحدة، الأب وأم وطفلين، طفل عمره 12 سنة وطفل عمره 5 سنوات. المرضى كان عندهم تهيج، زيادة إفرازات تنفسية، زبد من تمهم، ضيق نفس شديد، نقص أكسجين شديدة. تم إجراء إنعاش للوالدة لأنه كان وضعها سيء جدا، لم تستجيب للإنعاش فتوفيت. بعد حوالي ربع ساعة من الإنعاش كمان الطفل كمان لم يستجب للإنعاش، كمان توفي عمره 12 سنة. طلعنا البنت للعناية المشردة كمان كان أكسجتها 40، إفرازات شديدة بالطرق التنفسية، كمان بعد حوالي ساعة من محاولات الإنعاش والأكسجة والإرزاز بالسربوتامول والكورتيزون لم تتحسن، كمان توفيت الطفلة. الأب كان وضعه أحسن من بقية الأفراد العائلة، كان عنده تهيج، احمرار بالوجه، تخريج طرق تنفسية، دماع بالعينين، احمرار بالعينين. تم إعطاءه أكسجة وإرزاز، الحمد لله رب العالمين تحسن وضعه. باقي الحالات تم إجراء إسعافات أولية لهم وتحولوا لمشفى أحد المشافي الميدانية الداخلية اللي فيها أطباء داخلية. الناس اللي إجوا كلهم عندهم رائحة كلور شديدة تفوح منهم. تم إجراء إسعافات، الحمد لله 4 في 7 مشي حالهم و3 توفوا.